طبعا سلمى، اولى فقراتنا لليوم رح نحكي عن موضوع كثير مهم. قلنا زمان عايشين يمكن سلمى بحاله من الضغط النفسي بكل مجالات الحياه، سواء بالعمل، داخل المنزل، بالعائله وبين رفقاتنا، وهذا الضغط عم يتراكم شوي شوي. قد ايه بتشوفي هذا الشيء اليوم كثير موجود سلمى؟ اكيد فرح، مثل ما قلتي يمكن صرنا فتره طويله بهي الحاله، وكثير ناس عم بتعاني من هذا الموضوع، من تراكم الضغوط، لانه يمكن شوي في ناس ما بتعرف آلية التفريغ النفسي، أو حتى نحن بنحكيها بس مو كلياتنا بنقدر ننفذها. صحيح سلمى، اليوم رح نحكي أكثر كيف بنقدر نحن نواجه ضغوطات الحياة، وهون السؤال المهم، لأنه أكيد الحياة بتستمر وما بتوقف، كيف فينا نواجه هي الضغوط وكيف فينا نعزز مبدأ التشاركية لحتى يصير نمط حياة سواء بعائلتنا أو حتى بالخارج. كل هاي الأسئلة رح تجاوبنا عنها الدكتورة هناء البرقاوي، أستاذة علم اجتماع في جامعة دمشق. يسعد صباحك دكتورة. يا هلا، يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك يا هلا. يسعد صباحك دكتورة. وصباحك يا رب. دكتورة، خلينا نبلش ونحكي شوي اليوم من المفهوم العام للضغط الحياتي اليومي وتراكم هاي الضغوط، قديش هي ممكن تأثر على الأشخاص وكيف ممكن يتم التعامل معها. يعني بنسمع أنه لازم الشخص يفرغ من الضغوط الحياتية اليومية ليقدر يمر بسلام، ما يصير معه تراكمات. يعني هلأ مثل ما ذكرتوا قبل شوي أنه حياتنا بمجملة صارت مليئة بضغوطات العمل، ضغوطات الخلافات مع الأصدقاء، الخلافات مع الأهل، مع الزوج، بتربية الأبناء، كلياتها متراكمة. بس إذا ما تركنا لأنفسنا فسحة لحتى نقدر نخفف من هالضغوط هاي، رح تكتر بشكل كتير كبير، وبالتالي رح يصير بدنا مختص نفسي أو اجتماعي يساعدنا على مجابهتها. هلأ بشكل بسيط بقول للشخص اللي عنده ضغوط، أول شيء حاول ما تراكمها. يعني كل ما كانت المشكلة بسيطة وانت قادر على حلها، ما تقول يلا بكرة بس عم بعمل هالشغلة، عندي ضائقة اقتصادية خفيفة بقول يلا بكرة، بتزداد الضائقة الاقتصادية لتصير عبء كتير كبير عكتافي. لا، بفكر بالسبل اللي بدي واجهها، بتكون يعني بدي عمل إضافي، بدي فتح مشروع صغير، مشاركة أصدقاء بعمل بتساعدني على تخفيفها. لكن لما أتركها تتراكم وتكبر الضائقة، بصير من الصعب أني أقوم بمواجهتها. هلأ في شغلات كتير بننصح فيها الأشخاص، كتير من الناس بتقلك أنه العبوا رياضة، بقلك أنا كيف بدي ألعب رياضة، تسجيل النوادي غالي، ما فيني روح على النادي، وقت ما بيسمح. لا بالعكس، الرياضة بالبيت أنا فيني بخفف من التوتر، من الضغوط اللي عندي، وقت اللي بلعب تمارين رياضة بسيطة. يعني في شغلات مرة قالت لي إياها كوتش إنه فينا نساويها بالبيت، بتساعدنا على إزالة التوتر. في شيء اسمه تمارين التنفس، وقت اللي بكون معصبة كتير وعندي ازدياد بضربات القلب، فيني أنا أعمل شهيق، أحبس نفسي شوي ببطني وطلعه بزفير. هي من الأمور اللي بتلاقيه بتساعد على إزالة التوتر والضغط. في عندي شغلة ثالثة اللي هي بطلع مشوار، ما ضروري اطلع مشوار على مطعم، ما ضروري روح، إذا بلتقي بأصدقاء داعمين إيجابيين بحكي أنا وياهم، بيكونوا مستمعين ومنصتين جيدين، أنا بقدر شوي زيل من عبء هالتوتر. بس لا بلجأ لسيجارة ولا بلجأ لأي شيء آخر لإزالة الضغوط، لأنه هي بتزيد وبتكبل من الضغوط، ما بتساعد على إزالتها. تمام دكتورة، دائما نسمع بمبدأ التشاركية داخل العائلة، قد ايه مهم اليوم نفعل هذا المبدأ بشكل صح؟ ولكن كثير يمكن حتى من الأشخاص بيقولوا صح لازم تكون تشاركية موجودة، لكن القائد لازم يكون شخص اللي هو قائد العائلة، كيف فينا نعمم مفهوم التشاركية بطريقة صح؟ هلأ بداية بقول أنا ما فيني فعل إذا ما علمت، ما فيني فعل. تمام. يعني أنا بفعل وقت اللي بيكون في أرضية عند الناس بتعرف شو هو مفهوم التشاركية. كثير من الأشخاص بيقولوا لك أولادي صغار ما بدي إياهم يقوموا يساعدوني، بالعكس من الصغر أنا بدي حاول خلي بنتي إذا بدها تحمل كاستها توديها على المجلة، إذا بدها تحمل صحنة، إذا بدها تساعدني بترتيب المنزل، سواء زوجي ولا بنتي ولا ابني ولا أي شخص موجود بالعيلة لازم يكون له دور. أنا بدي أعلمهم من الصغر كيف بده ياخذ دوره. يعني أحياناً الولد ما بيعرف إنه هلأ دوري، في ألعاب بسيطة فيني أنا أعلمها مع ابني، بعطيه الطابة بيرجع لي إياها، بعلمه مبدأ الأخذ ومبدأ العطاء. تمام. بعلمه كيف بمدحه وقت اللي بيقوم بفعل صغير، يعني مثلا عم ياكل بقول له شاركني باكلتك. كثير من الاولاد معه بسكوته بنقول اناني، لا هو ما له اناني، بس هو ما تعود انه يعطيك شقفه منها، يعطيك جزء منها. لما تعوديه انه هي الك والي، الك ولاخوك، ليك اخوك شو انبسط لما طعميته، كثير حلو انك تعمل هيك. هي الشغله بتعلمه انه يعرف ياخذ وامتى بده يعطي، يعطي وامتى بده ياخذ. تمام. امور بسيطه انا بدي اعلم اولادي لما بدنا يعني بيقولوا لك انه امتى انا بدي اتشارك انا وياهم، انا مضغوطه عندي عمل، بطلع من بيتي الصبح، لا بدي خصص وقت الطعام، وقت الطعام انا فيني مرق
في رسائل كثير كبيره، يعني عم ناكل فيني مرق انه انت اليوم عملت هالشغله. حتى يمكن دكتوره بنقدر نحن نسال الطفل شو عملت شو سويت، بس ما بقول له انت شو عملت، بقول له انت ما قلت لي اليوم بالمدرسه انت شو عملت، كيف كانت علاقتك برفقاتك، تقاتلت مع حدا، ليش عملت هيك، بخليه يشاركني حتى باعبائه وهمومه بعوده بالمدرسه. هيك بنبتدي بامور كثير بسيطه، لما يتعلم هالامور بصير بيشاركني بمصروفه، بيشارك يعني بيقولوا لك انه بتعطي ابنك عيديه، بتيجي بدك تاخذي جزء منها بيقولوا لك هي لإله، لا ما في شيء لإله، في شيء إلنا، يعني اي شيء بيدخل للبيت المفروض يتعلم وكل افراد الاسره للجميع. انه هذا للجميع، بنعمل صندوق صغير بالبيت انه انت معك مصروف زايد حطه هون. في شغله كثير مهمه، لازم ما نعطي اولادنا مصروف يومي، لانه انت اذا بدك تعلميهم حسن التدبير بدك تعطيهم مصروف شهري وبتقليلهم، اللي بيزيد معه لو مبلغ بسيط انا بدي كافئه، فبصير بيحسن استخدام المصاريف، فبيطلعوا بيكبر قادر على اداره موازنه مسؤوليات اكبر. اكيد. طيب دكتوره خلينا نحكي شوي عن فكره يمكن بتمر معنا وبنسمع فيها كثير، انه بعض الاهل ممكن بتمر معهم مشاكل يوميه، خليني اقول ممكن هن بين بعضهم يصير معهم خلافات بسيطه، فبيقولوا ما تخانق قدام الاولاد، اعملوا دائما نقاشات منعزله، هل هذا الشيء صح وصحي 100% ولا لا؟ بعض الاحيان لازم يكونوا الابناء بسن معينه هن شركاء حتى بهي المشاكل حتى يتعلموا بعدين كيف ممكن يكون آلية حل المشاكل بالبيت. تختلف حسب نوع المشكلة، حسب طريقة التعامل مع المشكلة، يعني في مشاكل من الصعب انك تطرحيها امام الاطفال قبل ما تمهدي لهم اياها، مثلا الاب والام بيتخانقوا، هلا احنا بنقول حتى في اطفال بيتوتروا من الصوت العالي، في اطفال بيخافوا من العصبية وبيشعروا انه في تهديد لامنهم وحياتهم لما الاب والام يتخانقوا، لهيك بنقول لهم بسن محددة يا ريت لما بدكم تناقشوا لحالكم، بس توصلوا لنتيجة طرحوا شو كان بيناتكم للأولاد، يعني من حق الأولاد إنهم يعرفوا إذا في خلافات لو بسيطة بين الأب والأم، لكن بطريقة ما يسمعوني عم بتخانق. شو السن المسموح فيها؟ يعني أنا برأيي بالخمس سنوات. بالخمس سنوات بصير بيدرك الطفل الولد من هو وصغير إذا الأم والأب اتطلعوا ببعض وما حكوا بيدرك إنه في مشكلة، بس ما بيعرف هالمشكلة شو، فأنا بحاول إني ما بيّن لهم إني أنا متخانقة مع زوجي، حتى لو ما بدي أحكي معه إذا طلب مني شغلة بجيب له إياها وأنا مبتسمة، حتى ما يشعر إنه في شيء رح يهدد أمني وأماني واستقراري، لكن بعد فترة بصير بمرق له إنه اليوم تمشكلت أنا وأبوك السبب الفلاني، كل ما كبر كل ما بزد له نوع المعلومة اللي بدي أعطيها. أحياناً الطفل بيكون عايش بأمان والأهل ما قايلين له إنه في مشاكل، فجأة بيحطوه بيقولوا له احنا بدنا ننفصل، هون بصير في صدمه عند الطفل لانه الامن والاستقرار اللي كان شاعر فيه تهدد سياجه فجاه، ورح يشعر انه رح يخسر واحد من الاثنين، ومشكلتنا بمجتمعنا وقت اللي بصير الانفصال بصير كل واحد بده يشد الولد لطرفه، ما انا بترك هذا الولد يعني سواء كان مع الام او مع الاب، ما بهدد سياجه الامني، ما بهدد سياجه الاستقراري، بحاول انه مشاكلنا نبعدها لكن اهتمامنا ومحبتنا له ما رح تقل لانه انفصلنا، هذا كله المفروض احنا نكون محسسين له اياه، عاطينه الثقه فيه. مثلا انا ايمتى بخبر الولد مثلا عندي ضائقه اقتصاديه؟ انا المفروض حسس ابني فيها، لانه متطلبات الاطفال بتختلف قبل الضائقه عن وقتها عن بعدها، فانا المفروض اقول لهم انه هلا الميزانيه مثلا ما بتسمح اني اجيب لك اللعبه هذا الشهر، لكن بوعدك ما فيني اقول لك بكره او بعد بكره وقت اللي بتتحسن ظروفنا اني رح نتساعد، وقت اللي بتجيني مكافاه معينه، وقت اللي بيجيني انا رح اجيب لك اياها، بس مالي نسيانتها. فهو بيعرف انه ما رح يطلبها، بيعرف امتى يطلبها. في اطفال لما تشاركيهم بيقولوا لك في عندي حصالتي خديها ماما، هذا كمان لما انت تكوني معلمتيه على التشاركيه ما بيعود في شيء لإلي، يعني هي كلمه الانا واللي لي الملكيه شوي ضمن العائله، لما بدنا نكبر موضوع التشاركيه بدنا نلغيها فتصير النا النا، بدنا نعمل هالشغله للكل. هذا لما انت تحسسيه فيه هو بصير فعلا بيشعر انه فرد مشارك من يعني ضمن العائله، وبالتالي عم يعرف همومك، عم يعرف مشاكلك، لما تقولي له شو برايك بدنا نساوي بهالشغله، كيف ممكن نعمل، يمكن جواب بسيط من طفل بيقدر يساعدك انت ما بتكوني شايفتي، لكن هو بيكون شايفه بشكل صحيح اكثر. هلا دكتوره عم نركز كثير على مفهوم التشاركيه بكل شيء مع الطفل، سواء بالظروف الحقيقيه الماديه للعائله وحتى بوجود بعض الخلافات بين الام والاب اللي مثل ما تفضلتي وقلتي ممكن تكبر وتؤدي للطلاق، وهون ما
ممنوع يتفاجأ الطفل، في شغلات برأيك دكتورة ممنوع نشارك فيها الطفل أو لا؟ هلا في الأمور الحميمية المفروض يكون الطفل ما بيعرف فيها، بس مو غلط إنه يعني ما بدنا كمان يكتشف فجأة. الأب لازم يلاطف زوجته أمام الأطفال بس مو بشكل إباحي، لازم يتعود الطفل على المحبة ويشوف المحبة كيف يجي الأب من الشغل أو الأم تجي من الشغل تعاني ابنت، يعني يكون في أمور بنقدر إحنا نساويها أمام الكل، لكن في أمور فعلا ما لازم نقولها اللي هي الخلافات لأسباب ما بتتعلق بالولاد، أسباب خاصة مثلا لا سمح الله خيانة زوجية، أمور كتير أكبر فيها من عمر الطفل. أكبر من عمرهم وما بيدركوها، ويجوز تكون مجرد شك لما أنت تقولي للطفل وتطلع شك ويطلع بريء، علق بذهنه السبب السيء، لما تطلع الحقيقة ما عاد يتذكرها ورح يقول إنه لا في خيانة. الأم إذا بتعرف الأب على علاقة المفروض ما تقله لابنها، تحاول تستفهم، تسأل زوجها، تتناقش هي وياه عن الأسباب اللي هي غلطانة فيها لحتى راح لطريق آخر أو العكس. هاي الأمور أنا برأيي ما لازم، لأنه متى يعرف الطفل، متى ما علقت بذاكرته اترسخت بأمور سيئة وبالتالي صعب يسامح وصعب يغفر وصعب يفهم. أكيد. طيب دكتورة خلينا نحكي شوي اليوم في بعض المواقف بالحياة مثل ما قلتي صعب المشاركة فيها وحتى دراستها، أوقات مو كل الأهل بيكون على دراية بهذا الموضوع. نحن عم نحاول نقدم معلومات عبر طريق حضرتك طبعا لكل الناس. خلينا نحكي اليوم إذا نحن بحالة من عدم التشاركية، إمتى فينا نلحق حالنا؟ بأي وقت، بأي وقت، بأي وقت، بأي، بس بشرط بدك تكوني ضمن الأسرة فاتحة موضوع الحوار. يعني كثير من الأسر بتقلك أنا بحاور ولادي، فجأة فعلا بدينا بحوار بس كلمة اللي بدها تنسمع، لا ما في هون كلمة اللي بدها تنسمع، احنا بدنا نوصل لحتى عن طريق الحوار نقدر نوصل الشيء اللي بدنا اياه ونفهمه. يعني احيانا انا بضطر انزل لابني الصغير لافهم هو شو بده لطلعه فكرتي، يعني انا ما بقول له انت غلطان لكن بجيب له نماذج، بجيب له امثله، بعطيه تجارب لغيره مرقوا فيها بهالفكره لحتى يدرك اخطائه. احيانا بقول له مر فيها مر فيها، بس انت راح بتواجهك هالصعوبات، انت كيف بدك تواجهها؟ تمام. فهون انا بقول لا، خلينا مع هذا الطفل لحتى نقدر شوي شوي نطالعه منا ونساعده كيف يتعامل معنا بطريقه سلسه. هلا دكتوره مبدا التشاركيه مثل ما قلنا هو مبدا كثير حلو وعظيم اذا فعلا قدرت الاسره انه تجسده، لكن اليوم في بعض الاسر بيقولوا خلي الولد يعرف قيمه الغرض، ممكن ما يشاركه مع رفيقه. في كثير اطفال شفناها نماذج مجرد ما يجي اولاد صغار بيقوموا بيخبوا العابهم، مع انه هو مبدا اللعب مع الاطفال هو نوع من التشاركيه مشان ما يواجه بالمستقبل المجتمع وبعض الاشخاص والاقران ممكن هن ياخذوا اغراضهم ويسلبون شو من كان مال او اغراض او اي شيء كان. كيف فينا نجسد هذا الشيء بطريقه صح؟ ما فيني اقول اول شيء انا بعلم ابني كيف يدير باله على يعني على اشياء وممتلكاته، متى ما عرف يدير باله لما بده يشارك طفل اخر رح بيقول له شروط اللعب معه. ما هي اي مبدا بحياتنا في شروط، يعني احنا كثير بنسمع بالتعاقد انه انا بدي امضي عقد. ببساطه احنا حياتنا كلياتها مبنيه على تعاقد شفهي، يعني الاب بيقول له لابنه الاشياء المطلوب منه، ما بتتاخر، ما بتعمل، ما بتساوي. الام بتقول بين الزوجين في تعاقد شفهي. كمان لما بدنا نلعب لعبه بقول له ماما بتلعب فيها، وبتلعب مع رفيقك بس بتقول له كيف يعتني فيها، كيف في تحافظ انت وياه عليها. هيك ما بيعود في خوف. امتى الولد بيضب لعبته؟ وقت اللي بيكون الطرف الاخر لما لعب له فيها ازاله وصعب يشتري لعبه ثانيه، لكن لما كيف الطريقة اللي بيحافظ على ممتلكاته فيها وبتعلميه كيف يطلب من الشخص الآخر يحافظ عليها، ما بتعود عنا مشكلة إنه نخبي. يعني هي مسألة كتير بسيطة، إني مع الطرف الآخر إله شروطي لنلعب. بعدين في ألعاب بتتطلب اللعب الانفرادي، هاي ما بطلع لأنه ما بستفيد منها. في شطرنج بيلعبوه اثنين، يعني بحاول طلع الأشياء اللي فعلا بدها تشاركية، لعبة شدة، لعبة شطرنج، لعبة أشياء موجودة، هي لعبة المزرعة اللي بدها الطرف مشارك. يعني حياتنا كلها مبنية على ألعاب جماعية. إذا ما كانت الألعاب الموجودة عندي بالبيت ممكن ببساطة أنا اخترع لهم ألعاب يلعبوها ويتشاركوا فيها، ما ضروري ألعاب ابني الغالية. أكيد. أكيد. إذا بضمن هذا الطفل ما بيحافظ على وعوده بالمحافظة على لعبة ابني، شغلة كتير بسيطة. يعني معلومات كثير مهمة مثل العادة دكتورة، مثل ما عودتينا هيك بتعطينا معلومات وطرق لنحل فيها المشاكل الحياتية اللي بنمر فيها. شكرا كثير لوجودك معنا. يا هلا، اهلين. شكرا لك دكتورة مرة ثانية وكل التوفيق لك. شكرا لكم.